اليوم انطلقنا احنا في المركز الثالث وتصدرنا لحقنا سيارتين اللي قدامنا هوراي التيوتا وهولفيتش، وبعدين كانت جينا على مرتفع وبعدها كان في حصى كسرت لنا الدرام ويل وكذا اخترب البريك عندنا، وحاولنا نصلح السياره بس يعني تاخرنا كثير وردينا للسياره اضطرينا للانسحاب، وان شاء الله الراليات الجايه معوضه. هذا الرالي ما كان لنا نصيب مع ان امس كنا متصدرين بفارق 23 دقيقه، وان شاء الله الراليات الجايه راح تكون افضل ان شاء الله. Drive your bike.